أعزائي الطلاب، نكمل الواجب المنزلي. وضح أول سؤال، وضح العلاقة بين المفاهيم الآتية: الحضارة، الثقافة، المدنية. إذن الحضارة هي باختصار الرقي والازدهار في جميع مجالات الميادين، والثقافة هي الإنتاج المعنوي والقيم الأخلاقية والأفكار النظرية مثل القانون والسياسة والاجتماع، والمدنية هي مظاهر التقدم والرقي المادي كالجانب العمراني والاقتصادي والعسكري وغيرها. وعلى هذا فإن الحضارة مفهوم يجمع بين الثقافة والمدنية. السؤال الثاني بالأنشطة: أكمل الجدول الآتي بما يناسبه من خصائص الحضارة الإسلامية والأدلة عليها. قال تعالى أنه الدليل وأنه خصائص الحضارة الإسلامية. الدليل قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خصائص الحضارة الإسلامية: إنها هنا إنسانية. اثنين، علمية، نشوف شو هو الدليل. وما أرسل قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذه علمية. عندنا عالمية، وما قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ثلاثة، وازن بين الحضارة الإسلامية والحضارة المادية من حيث دور المادة والقيم الروحية والجانب الإنساني. إذن الحضارة الإسلامية والحضارة المادية. الحضارة الإسلامية: دور المادة عنصر من عناصر نشوء الحضارة واستمرارها. أما المادة عند الحضارة المادية العنصر الوحيد لنشوء الحضارة واستمرارها. القيم الروحية عند الحضارة الإسلامية عامل أساسي يجمع بين بقية العوامل لبناء الحضارة. أما القيم الروحية عند الحضارة المادية عنصر مهمل لا دور له في هذه الحضارة. الجانب الإنساني في الحضارة الإسلامية محترم ومصان مهما كانت درجة مساهمته فيها. أما الجانب الإنساني عند الحضارة المادية لا يحترم إلا بمقدار ما يقدم لاستمرارها. أربعة، علل ما يلي: انهيار بعض الحضارات التي قامت على العامل الاقتصادي فقط. إذن هنا تعليل، نقول لأنها أهملت تحقيق التوازن في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى والإنسان والكون. إذن هذه معايير الحضارة. ب، حضارة الإسلام حضارة إنسانية. حضارة الإسلام حضارة إنسانية. علل، نقول لأن القرآن هو الذي أعلن وحدة النوع الإنساني. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ت، منهج الإسلام هو الأقرب لحضارة الغد. منهج الإسلام هو أقرب لحضارة الغد. الجواب: لأنه منهج رباني حقق التوازن التام بين محاور الحضارات الثلاث. خامسا، ما العامل الذي تراه يهدد الحضارة المادية اليوم بشكل أكبر؟ ما هو العامل؟ أو الحروب والصراعات بين الدول والكوارث الطبيعية. سادسا، ما أسس الحضارة في الإسلام؟ ما أسس الحضارة في الإسلام؟ نقول هي الحضارة التي توفق بين معايير الحضارات الثلاث: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الإنسان، والعلاقة مع الكون. خير توفيق، فتصلح علاقة الإنسان مع ربه وترتقي بعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.